ولسه مكملين معاكم بقيه فقرات إن بوكس. دايما كده بنشوف الطلبه في مشروعات التخرج بتاعتهم بيكونوا عايزين يعملوا افكار زي ما بيتقال كده بره الصندوق، ولكن الطلبه اللي معانا النهارده وهم طلاب الاكاديميه الحديثه مش بس كانوا عايزين يعملوا فكره مختلفه، ولكن فكره كمان تكون مفيده، فكره تليق بتاريخ مصر وكمان حضارتها. عملوا ايه؟ عملوا فكره 3D او زي لعبه كده ثلاثيه الابعاد للمتحف المصري كبير، كنوع من انواع المحاكاه ليه. هنعرف اكتر عن مشروعهم من ضيوفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو. نرحب بعبير فهيم. ازيك يا عبير؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وكمان محمد ابراهيم من طلاب الاكاديميه الحديثه. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ منورنا وبرافو جدا جدا، احنا مبسوطين بمشروعكم كده. بس في الاول عايزين نعرف تخصص دراستكم ايه بالظبط، وليه فكرتوا في المتحف المصري تحديدا؟ هو احنا فكرنا في احنا المجال بتاعنا بروجرامنج، نظم معلومات عموما، بندرس انفورميشن وبندرس مواد تجاره، بس اكتر حاجات الالكترونيك. ابتدينا نفكر لان احنا في يعني في سنه التخرج بيتطلب مننا ان احنا نعمل مشروع مدته سنه. اوكي. ففكرنا ان احنا اتجمعنا بالتيم بتاعنا، احنا التيم بتاعنا ستة. انتوا كام؟ كنت هقول. اتجمعنا وقعدنا نفكر ممكن نعمل ايه يفيد البلد ويفيدنا احنا كمان. لان البلد يعني العالم بره بيتطور كل يوم، فاحنا لازم نواكب ده. صح. وبما ان احنا في جامعه فقلنا يعني احنا ممكن نستفاد من ان هو اكيد في حد فيكم كده قال الفكره في الاول، قلت له يس. ما بنقولش الحاجات دي، ما بنوقعش بينهم. هي البدايه الاول كانت فكره ان احنا هنعمل حاجه بره الصندوق شويه. اوكي. فبدانا ان احنا نعمل محاكاه او لعبه كجندي مثلا جوه حرب 6 اكتوبر، وهيبدا يعيش الاحداث كلها كانه جندي. انتوا كنتوا مفكرين في الاول حاجه لمصر، عايزين تعملوا حاجه. ده كان الاتفاق الاول ان احنا نعمل أوكي. حاجه تخدم البلد باللي احنا اتعلمناه. حلو قوي. فطبعا في الاول دورنا فلقينا ان في محاكاه معموله قبل كده لحرب 6 اكتوبر، بانوراما حرب 6 اكتوبر معموله. فاقترح علينا طبعا الدكتور هشام وهو المشرف بتاعنا ان احنا نبدا نعمل محاكاه للمتحف المصري الكبير. يعني فكره طبعًا الدكتور طبعا. ولا انتوا خلاص نجحتوا؟ طيب ماشي تمام، يبقى فكره الدكتور بجد. طبعا. فطبعا احنا ما كتبناش خبر يعني. اكيد الفضل ليه، بس يعني احنا كلنا كنا يعني لازم نفكر مع بعض ولازم نواكب مع بعض، بس كان طبعا باشراف الجامعه كانت ورانا ستيب باي ستيب معانا. كانوا مثلا لو عملنا حاجه غلط او شايفين الحاجه دي ممكن تتطور افضل كانوا هم معانا دايما. ما كانوش بيسيبونا خالص بصراحه، من اول عميد الجامعه لحد الدكتور المشرف علينا والمعيدين.